إلا كان عندك اسمحوا لي أسا كتستوفي العتبة عندها العتبة ديال الاستفادة من الدعم. عندها ثلاثة ديال الأطفال عمرهم أقل من 21 عام كيقراو بثلاثة ابتداء من ديسمبر 2023. وبالمناسبة هاد الناس اللي عندهم أكثر من ثلاثة ديالها تقريبا نص ديال هاد المواطنين المستهدفين، لا موتي تقريبا ديالهم عندهم أكثر من ثلاثة. ابتداء من ديسمبر 2023 هاد الأسرة غادي توصل مباشرة في الحساب البنكي ديالها ولا عن طريق وكالة الصرف بدعم ديال 600 درهم، يعني كل شهر يعني 200 درهم كل طفل، لأنه وفات 500 درهم، دوك كنحسب ليه 200 200 200. وغادي يبقى الدعم كيتزاد كل عام حتى يوصل ل 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026. دونك هاد العامين اللي غادي يفوتوا غادي يبدا يوصلوا يعني 900 درهم. ونفترضوا ان هاد الاسره كتشري واحد بوطه كبيره ديال الغاز، حالا الثمن ديالها 40 درهم، هي في الحقيقه كتسوى لا 130 الفوق 130 140 درهم ياك. دونك الدوله يلاه المواطن كيخلص 40 والدوله كتاخذ البقيه. وسيبوزون بانه ابتداء من افريل نخليو شويه الناس حتى يبداو يدخلوا يعني الامكانيات وهذا يبداو يدخلوهم، تسنى واحد 3 شهور. الى كانت ابتداء غادي تزاد واحد 10 درهم مثلا في كل عام يعني في القاعه، ولكن حنا في 2026 سي لو ماكسيموم ما نقدروش نفوتوه. انفترضوا اسقيو معايا انا لا حيت سي ليميتي. في المقابل الدعم ديال هذه الاسره اللي هو كيف قلت 600 ديال الدرهم، 600 درهم في 2023 غادي يرتفع ل 750 في 2025، وغادي يمشي ل 900 ديال الدرهم شهريا ابتداء من يناير 2026، بمعنى اكثر من 10000 ديال الدرهم في العام. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.